السلام عليكم ورحمه الله درسنا اليوم قواعد اللغه العربيه للصف الاول متوسط نحل تمارين المعرف بالاضافه التمرين الاول يقول اجب عن الاسئله الاتيه التمرين الاول يقول اولا ما المقصود بالمعرف بال... يعني ما المقصود بالمعرف بالاضافه ما المقصود بالمعرف بالاضافه وباء باء ما الإسم المعارف التي يضاف إليها اسم آه الإسم النكرة، ومع مثال لكل منهما أنا حليته هياته هذا الأول، تمرين الأول الألف المعرف بالإضافة هو إسم نكرة اكتسب التعريف من خلال إضافته إلى معرفة، أما باء الأسماء المعارف وهنا الأمثلة العلم كتاب زيد جديد، الضمير كتابك جديد، إسم الإشارة كتاب هذا الولد جديد. اسم الموصول كتاب الذي نجح جديد المعرف بالكتاب الرياضيات جديد هاي ماماتي التمرين الاول زين خلينا نشوف التمرين الثاني التمرين الثاني طبعا قبل لا اعين التمرين الاول ناخذ تقويم اللسان الفكره الرئيسة ام يعني تقولون ام الفكره الرئيسيه ما نقول احنا الفكره الرئيسيه دائما نقول الفكره الرئيسة. أو هذا أمر مهم أم هذا أمر هام نقول هذا أمر مهم يعني ما نقول هذا أمر هام ناخذ التمرين الثاني اجعل كل اسم من الأسماء التالية مضاف إليه وبين نوعه عصام الكاف هؤلاء التي والأدب يلا عيني هي هذا التمرين الثاني الأسماء المعارف ومضافة إليها ونوعها عصام أبو عصام كريم اسم علم هؤلاء بستان هؤلاء مثمر اسم إشارة الكاف بيتك جميل ضمير التي حقيبة التي سافرت كبيرة اسم الموصول الأدب كتب الأدب ممتعة معرف بأل هذا التمرين الثاني زين التمرين الثالث فراغات في الفراغ مضافا إليه بحسب ما هو يبين بين الأقواس أولا هؤلاء تلك البلدتي نقي اسم إشارة خليت تلك با استعرت كتاب الذي فاق في الامتحان اسم موصول الذي جيم بعلمنا وعملنا نخدم وطننا ضمير نا ونا دال دكان أبي ماهر قريب من دارنا اسم علم ماهر آه ها نلعب الكرة في ساحة المدرسة معرف بأل المدرسة معرف بأل زين التمرين الرابع ضع في الفراغ مضافا مناسبا واضبط في حركة آخره ألف أعجبت هذه القصيدة لوضوحها وجمالها هذه تراب الوطن التراب الوطن مقدس جيم كان عمل هذا العامل متقنا عمل د يلقي المذنب جزاء الذي يقترفه زين هذا التمرين الرابع وقال التمرين الخامس استخرج الاسم المعرف بالاضافه والاسم الذي اكتسب التعريف مبينا نوعه اولا قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله باء قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الانسان اخو الانسان احب أم كره. جيم قال الإمام علي عليه السلام ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. دال قال الفرزدق هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله. بجده أنبياء الله قد أختموا. ها الماء من نعم الله وترشيد استعماله وسيلة لشكر هذه النعمة. واو عمل الأطفال القاصرين جريمة بحق الإنسانية. ماماتي هذا التمرين الخامس هي تشوفوا ماما اولا قول التي يعني المعرب بالاضافه قول الاسم الذي اكتسب التعريف التي نوع اسم موصول التي زوج الضمير الهاء ضمير متصل با اخو الانسان اللي يعني التعريف معرف بال جيم المعرف بالاضافه اهل والاسم الذي اكتسبه التعريف الجهل ونوعه معرف بال النوب اهل العلم معرف بال دال ابن فاطمه التعريف واسم علم جد الاسم المعرف بالاضافه والاسم الذي اكتسب التعريف الضمير الهاء ونوعه ضمير متصل انبياء الاسم الذي اكتسب التعريف الله ونوعه علم ها نعم الاسم الذي اكتسب التعريف الله نوع علم استعمال الضمير الهاء ضمير متصل شكره الاسم الذي اكتسب هذه نوع اسم اشاره واو عمله المعرف بالاضافه والاسم الذي اكتسب التعريف الاطفال ونوع معرف ب هنا المعرف بالإضافة حق والاسم الذي اكتسب التعريف الإنسانية ونوعه معرف بأل هاي تمارين المعرف بالإضافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته